ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء مشروع تهيئة ميناء الرايس حميدو لأنهم يعولون عليه في فتح آفاق جديدة. فالرصيف لم يعد يتسع سوى لعدد قليل من قوارب الصيد، والاستجمام به لا يخلو من المخاطرة. نورمالمون حاجة مليحة لينا ولكاع خاوتنا كي شايفها اللي قاعد اللي راهو يدور اللي راهو حنا وكش رانا نشوفوا فيه الباسان زاد صغار اوتوماتيكمون واش حيصرى الفلاي كيزيدوا يتعمروا ثم كاش ليسباس يوفر يعني مناصب شغل يعني الصيادين اللي على مستوى هنا البلديه كاين يعني الصيادين اللي راهم يعني يقراوا راهم يديروا دي ستاج قدراته الاستيعابيه الان هي 29 وحده وعندما يعني نكملوا الاشغال في اشغال تهيئه في هذا الميناء سوف يستوعب 54 وحده منها يعني دي بليزونسي دي سارديني ايتترا. هي اذا عمليه توسعه وتهيئه للميناء تتكفل بها مؤسسات وطنيه تلتزم باجال التسليم في افاق عام 2014. احنا حريصين باش يعني الاجال تحترم وحتى المواطن يعني راكم شفتوا يعني الاشغال تتم في وسط يعني المدينه اذا حبينا يعني لذا حتى المواطن يعني لي اكزيجون يعني باش نكملوا الاشغال في اجالها المحدده. هو واحد من بين عدة مشاريع مبرمجة تدخل في إطار تهيئة الواجهة البحرية للعاصمة التي ستدعم بشواطئ صناعية ومسابح طبيعية ومناطق ترفيه.